السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة أمة الله للطبخ، مرحبا بكم. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفة ديال باناتوني. هذه الوصفة هذه إيطالية معروفة هنا في إيطاليا. يعني هذه الوصفة هذه يعني بين الكيك وبريوش كيجي زوين وكيجي رائع. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير. كنحتاجوا للطحين، الطحين هنا عندي 375 غرام ديال الطحين، كنحتاجوا شوية الملحة، كنحتاجو الخميره ديال الخبز، كنحتاجو بيضه كامله وصفر بيضه، كنحتاجو السكر على حسب الذوق، كنحتاجو الحليب 125 غرام دافي، كنحتاجو الماء 125 غرام حتى هو، وكنحتاجو البشر الليمون وبشر البرتقال وشويه ديال البرتقال، يعني جهد نص كاس اولا على حسب الرغبه ديالكم، والسكر كيبقى حتى هو على حسب الرغبه ديالكم. في الاخر كنحتاجوا المكسرات، الزبيب واللي عندكم. انا درت شويه الزبيب وشويه ديال اللوز وعملت معاهم شويه ديال الطحين، وكنحتاجوا الزبده مذوبه، هذه في الاخر غادي نخدموا بها. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير. كنحتاجوا بسم الله على بركه الله، كنديروا السكر. انا ما كيعجبنيش هاد باناتوني، كيعجبني يكون شويه يعني حلو، ما كيعجبنيش يكون مسوس. كنضيفوا الحليب، الحليب يكون دافي. بسم الله. هاد باناتوني كيجي زوين، وهنا معروف ايطاليا كي يعني كيكون في اعياد الميلاد او في مناسبات ديالهم، كي يعني يعطونا هاد باناتوني وكيجي زوين. بسم الله. كنضيفوا الماء وكنضيفوا البرتقال مع البشر الليمون والحامض، كنضيفوا بيضه كامله وصفر بيضه. غنخلط هاد المكونات مع بعضياتها، من بعد ان شاء الله نطلق. كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتها مزيان، من بعد ان شاء الله غنخليهم غنغطيو هاد الخليط وغنخليوه يخمر، من بعد ان شاء الله ونتلاقاو. بعد ما خلط الخليط ديالي دابا غنغطيه ونخليه يخمر، بعد ان شاء الله فاش غادي يخمر غادي نضيفوا ليه يعني الزبده ونضيفوا ليه هذا يعني الدقيق، من بعد ان شاء الله ونتلاقاو. بقاو معايا. بعد ما خمر باناتوني ديالنا كنضيفوا ليه الزبده يعني شي 50 غرام هكا، وكنضيفوا ليه عاوتاني الطحين، وان شاء الله نطلق. غنزيدو نضيفوا الطحين حتى غتماسك معنا العجينه، بعد ان شاء الله غنخليوها عاوتاني تخمر، ومن بعد ان شاء الله نطلق. العجينه ديالنا من بعد ما زدنا ليها الطحين كنحصلوا عليها على هذا الشكل، هذا كتكون مقاصحه مخفيفه. ما نقولش لكم الريحه ديال البشر الليمون والبرتقال، عطي واحد الريحه زوينه فيها. دابا غنشدها وغنخليها تخمر مره ثانيه، بعد ان شاء الله وغنشكلها ونخليها تخمر، بعد ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالها كي كيجي. دابا غنخليها تخمر عاوتاني مره ثانيه، بعد ان شاء الله ونطلق. بعد ما خلينا باناتوني ديالنا كتخمر، كنشدو العجينه كنطلقوها، من بعد كناخذوا هذوك المكسرات اللي عملنا معاهم شويه ديال الطحين وكنعملوهم هنايا يعني عشوائيين، وكتبقى يعني المكسرات على حسب الرغبه ديالكم. من بعد ان شاء الله غادي نلويو هاد باناتوني، غنلويوه بحال هكايا. كنلويو على هذا الشكل هذا، من بعد كناخذو مول ديال الفرن وكنشدو هاد بعد
بعد ما سالينا البناطون دينا من ملويناها كنعملوها في المول وكنخليوها تخمر، باقي غتضاعف يعني. خصكم تاخدوا شي مول يكون عالي، انا ما عنديش عالي وضفت ليه يعني هذا الكاغد ديال الفرن. دابا غنخليها غنغطيوها نخليوها تخمر، غادي تضاعف الحجم ديالها من بعد ان شاء الله، وندهنوها وندخلوها للفران طيب، وتشوفوا الشكل النهائي ديالها في الاخر كي كتجي. بقاو معايا. بناطون ديالنا بعد ما خمر كنشدو ابيض البيض اللي شاط لينا كندهنو به الوجه، وكان يعني كندهنوه كامل. ها هو يعني صافي خمر. دابا غنضيف شويه ديال اللوز من الفوق، وكتبقى كيبقى تزيين اختياري. بغيتو ديروا داك السكر اللي كيكون شويه خشين يعني غليظ، كديروه من الفوق اللي يعجبكم. انا غنضيف شويه ديال اللوز ونطلقه. بعد ما ضفت اللوز العجينه ديالي، دابا غنعملهم في الفران باش يطيبوا من بعد ان شاء الله، ونتلاقاو بالشكل النهائي ديالو في الاخر كي كتجي هاد باناتوني. هذه وصفه ايطاليه معروفه، كيعملوها في عيد السنه، راس السنه ولا في اعياد ديالهم، كتجي زوينه وكتجي راقيه. من بعد ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديالها في الاخر كي كتجي. بقاو معايا. الا بغيتو ديروهم يعني فرديين، كتاخدو نفس العجينه وكتلقوها كتقطعوها صغيره وكتلقوها وتعمروها يعني بالمكسرات، وكتشدو يعني المول وكتعملو ليه بحال هكايا. من بعد كتضيف واحد شويه ديال الكاغيط هنا باش كتعلى، هي كتجي عاليه. من بعد ان شاء الله تخليوها تخمر وتدهنوها وتدخلوها الفرن. بقاو معايا. كناخذو الكاغيط فحال هكا وكنلويوه عليه من جناب. من بعد ان شاء الله فاش غادي تخمر هي غادي تطلع. هذا هو يعني الا بغيتو ديروهم فرديين، اولا كتاخذوا ديك كاينين المول ديال الكاغيط اللي كيتباع يعني كيكون داير فحال يعني فحال القالب وهو عالي، هذاك هو ديال باناطوني. الا بغيتو تستعملوه ما كانش عندكم ديروا فحال هكايا. غنغطي العجينه ديالي ونخليها تخمر، من بعد ان شاء الله ندهنها وندخلها للفران. بقاو معايا. الشكل النهائي ديال الباناطوني ديالنا ها هو وجد. ما نقولش لكم كيجي المذاق ديالو زوين، وكتجي محمره وكتجي رائعه، وقد ما خمرات كتكون احسن. هذه يعني الكبيره، وهادو اللي كنت عملت فرديين كتزينوهم يعني بسكر كلاص يعني السكر رطب. انا سبق لي وحليتها، كتجي من الداخل على هذا الشكل هذا، يعني ما كتكون لا معجنه لا والو، وفيها ديك الطروفه ديال المكسرات. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه ديال الباناطوني الوصفه الايطاليه تنال اعجابكم وتنال رضاكم. الى عجبكم الفيديو دعموني في القناه ديالي، ما تنساوش التسجيل. مرحبا بكم، كنتمنى لكم دائما الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبالصحه والراحه.